صباح الخير لكل انضموا لنا ومكملين معنا بمشوارنا دنيا دنيا. رزان شوحات اليوم معكم زي كل تنين. صباح الخير رزان. صباح الخير، اهلا وسهلا كيفك فيكي. انا؟ رزان، وصلنا لنهائيات غذائك صحتك للاطفال تحديدا، قديش ضل المراحل؟ ما ضل خلص. خلص. اول شيء الاسبوع الجاي راح تكون خلص الحلقه النهائيه للاطفال، راح نشوف مين اللي فاز فيهم. حكيتي لي كثير تاثروا صح؟ كثير، ولسه كثير متاثرين، وانا كثير بزعل لما اشوف شيء شعور سلبي عندهم، لانه هم كثير الاطفال متاثرين بفكره انا افوز او انت تفوزي، لكن بنفس الوقت طبعا هي مسابقه، الاثنين فايزين. انا بنظري الاثنين فايزين، الاثنين نزلوا وزن كثير منيح، وانا محضرت لهم مفاجاه كمان كبيره للطفلين بالحلقه الجايه اللي هي راح تكون الحلقه النهائيه لهم. طبعا بالاضافه لامنيه اللي قدموا لنا 3 جوائز، اجهزه سامسونج S3 مع انترنت دانجل مشحونه بكروت مسبقه، فهي الهديه اللي اعلنا عنها، بس في هدايا اكثر راح نحكي عنها يوم المسابقة. يعني على كل حال بدي اشكرك انك توجهتي للاطفال، لانه الاطفال يعني كثير صعب انك توجيههم ليخسروا وزن، انه ماما انت لازم تنحف، او نوجه للاطفال انه في مشكله بالوزن، يعني مش تجربه سهله. فهون يمكن كانت الصعوبه. راح نشوف مع بعض تقرير رزان عن تجربه الاطفال المشتركين بتخفيف الوزن، نشوفه مع بعض. إلنا فترة متابعين المشتركين بمسابقة غذائك صحتك، وعم نشوف التحديات اللي عم بتمر معهم. أيام كانت حلوة وأيام كانت صعبة، بس الأحلى منها النجاح اللي هم حققوه بهاي الفترة. اليوم بدنا نشوف شو توقعاتهم، لأنه مع نهاية المسابقة بلش التوتر يصير أقصى، فبدنا نشوف مين بيتوقعوا رح يطلع ومين رح يفوز، وشو هذا عم بيأثر عليهم أكتر، وكيف كانت رحلتهم معنا بمسابقة تخفيف الوزن. خلينا نشوف مجموعة كبار ومجموعة صغار، وشو كان رأي بالمسابقة وشو مر عليهم بهاي الفترة. هلأ بعد ما صلي فترة بالرجيم كتير حالي تحسنت، جسمي رياضتي كمان شكلي، وكمان أول أنا السنة الماضية قدمت مع رزان فما قبلتني عشان ما كان في فقرة أطفال، فالسنة هاي قدمت معها وقبلتني، وأنا كتير فرحت عشان راح أنزل من جسمي دهنيات وراح يصير منظر حلو، والأواعي بدل ما كنت أجيب رجالي أصير أجيب من الولادي، وكمان عساري عشان يصير شكلي زي الولاد اللي بعمري، مش أكون عندي يعني كثير ناصح، وكمان عشان تكون نفسيتي مرتاحة، لأن لما كنت قبل كانت نفسيتي مش مرتاحة. لما قبلتني رزان كثير انبسطت عشان راح يصير الأواعي يجوع وعادي، وعشان بالليل لما أكون نايم ما أصير أصحى فجأة ولاهت، ولما أصحى من نومي لما أصحى من نومي أصحى كتئيل تعبان مراهق. لما بلش الرجيم كتير كانت أول مرحلة كتير صعبة كانت، أما هلأ مع اللي نزلت الكيلوات اللي ضعفتهم كتير أنا مبسوط وراح أضل مستمر. هلأ بعد ما صلي فترة بالمسابقة وقربت النتائج فأنا راح أفوز عشان يعني أكون خسران أكثر وزن من ديما، فهذه شغلة بتحفزني. لو ما فزت برضو راح أكون أنا ما راح أزعل، لإني أنا خسرت كيلوات من جسمي، فأنا هدفي هون بالمسابقة إني ما أفوز أو أخسر، هدفي إني أنزل الوزن ودهنيات. من أول ما كنت بتشارك المسابقة كنت خايفة إنهم يعني ما يختارونيش، كنت خايفة إنهم إني أخسر، ما بعرفش كويس، بس ماما وبابا طلعهم شجعوني يحكوا لي لا شارك ما فيها إشي، خسرتي ولا فزتي المهم إنك تعرفتي، ويعني كتير كنت حبيت كتير المسابقة اللي قبليها واللي قبليها، الناس اللي ضعفوا كتير فأنا كنت حابة أضعف زيهم فشاركت واختارون. لما اختاروني كتير انبسطت، يعني إن كنت أول إشي من بخافي قبل ما أشارك إنهم ما يختاروني، بس هم اختاروني وأنا كتير انبسطت وتشجعت يوميتها، وعرفت إنه في اللي بنافس، فهذا الإشي حفزني أكتر عشان أضعف. لما أجت رزان وبلشنا صرت أكل الأشياء الصحية وصرت أبعد على الأشياء المضرة،
وكتير يعني كتير تحسنت أكلي وصرت يعني بدل ما أكل صرت أحب الخضار أكثر والفواكه، وبطلت يعني أحب الدهون والمقالي. لو ما فزت عادي رح أضلني أحكي لحالي إني فايزة بالكيلوات اللي ضعفتها، والشيء مش رح تكون خلص المسابقة، بس أنا حكون فايزة بالوزن. هيك شفنا توقعاتهم ومين اللي رح يفوز. طبعا رح نضل نستنى للأسبوع الجاي لحتى نشوف مين فعلا رح يفوز ومين رح يبقى. على كل الأحوال منتذكر دايما انه كلهم ربحوا، لانه كلهم قدروا يخففوا وزنهم برقم كتير حلو، بس طبعا لانها مسابقة لازم شخص واحد يفوز بالنهاية. خليكم معنا متابعين المشتركين بمسابقة غذائك صحتك ورحلتهم بتخفيف الوزن. يعني ما عندك فكرة قديه بنبسط لما أسمع هيك أطفال صاروا يميزوا أنه الأكل الصحي نسبة الدهنيات، يعني عم بيحكوا عن حكي علمي. وهذا دانا اللي أنا حسيته نجاح لإلي، يعني نجاح فعلاً. مش بس تخفيف وزنهم، النجاح أكتر اقتناعهم بالموضوع أولا، علشان أهم مرحلة هي مش المرحلة هاي. المرحلة هاي قدرنا نخفف وزن، لكن المرحلة الجاي هي اللي أهم، اللي يضلوا محافظين على وزنهم. فبما أنهم جايين على هاي المرحلة بوعي أولا بهدف رئيسي تعبوا فيه كمان وتعلموا كيف يمشوا، هذا الأهم. برافو عن جد، يعني التنين أنا بعتبرهم ربحانين. يوم التنين الجاي راح تعلني، عم بستصعبوا فكرة أنه في منهم واحد راح يخسر؟ طبعا يعني إذا الكبار متأثرين الصغار أكيد متأثرين كتير أكتر، كتير حاطينها بشكل شخصي أنه لا أنا اللي بدي أفوز، لا أنا اللي بدي أفوز، ظلم ما أفوز مثلا، تعبت كتير. بس برجع وبركز مرة تانية أنه هي لأنها مسابقة لازم شخص يفوز، لكن فعليا هم التنين فازوا، هم حققوا هدفهم التنين. يعني اول ما اجوا على المسابقه كان هدفهم تخفيف الوزن، والتنين قدروا يخففوا وزنهم. ومحمد هلا ديما يمكن قربت تخلص اكثر، محمد لسه رح يستمر، وانا كمان وعدت محمد سواء فاز او ما فاز هو رح يضل متابع معي. هاي هديتي انا لإله، رح يضل متابع معي ليوصل للوزن اللي هو بده اياه، يعني علشان ما يحس حاله لو خسر. طبعا لسه احنا ما حنعرف مين اللي حيخسر كمسابقه، مين نسبه وزنه كنزول كانت أعلى. الأسبوع الجاي منشوف، لكن على كل الأحوال إحنا لسه نستمر. يعني منلاحظ كيف كمان أنشط بالمدرسة، أنشط بكل نشاطاتهم اليومية. عن جد إشراقة. في سؤال من لينا، صباح الخير، عندي طفل عمره 10 سنين بيعاني من سمنة، وزنه 55 كيلو وطوله 140، ما بيحب الخضار والفواكه، إذا بتقدر تعطيها نصيحة بتتابعنا من الدمام نصبح عليها. هلأ أهم إشي الأطفال اللي شفناهم بالتقرير عمرهم 10 سنين، يعني نفس العمر تمام. الأطفال اللي ما بتحب الخضرة ضروري نبدأ ندخلها بطريقة تانية. هلأ بداية ما حتبدي تغيري كل إشي، يعني ما حتبدي تخففي له أكله وتدخلي خضرة، حيحس إنه كل شيء صار سلبي مرة واحدة. بداية بدك تبدي تنظمي له وجباته. يعني أكتر شيء مشكلة عند الأطفال بيكون عدم التنظيم، إنه بيصحوا الصبح بيفطروا أو ما بيفطروا، باكلوا بالمدرسة، إذا ما أخذوا معهم الأكل الصح بيشتروا من المدرسة، بيروحوا على البيت بيتغدوا بيرجعوا بياكلوا بيرجعوا بنتوشوا، وهم بيدرسوا بنتوشوا وبعدين بيكملوا، فما في تنظيم. أول إشي لازم نبدأ فيه يكون في وجبات فطور غدا وعشاء منتظمين، سناك خفيف بالمدرسة وسناك خفيف بعد الظهر. هاي أولا. الإشي الثاني بنبدأ بالكميات، يعني الأولاد بنقدر نخدعهم شوي بالكمية. إذا الطفل بحب يأكل بحب دايما يأكل صحن تاني، فبداية ما تعبي له صحنه كتير، خلي صحنه أقل حتى لو طلب مرة تانية يكون لساته بالنطاق الصح. وبدنا نحاول نحببهم بالخضرة، يعني أكيد ما في طفل ما بحب كل أنواع الخضرة، ضروري نبدأ نخليهم ينقوا هم. بداية ممكن تبدي تشاركي الطفل بالخضار، يروح معك على السوق هاي خطوة يختار هو ينقي. ركزي على الألوان مثلا، إنه اليوم بدنا نختار إشي أخضر وإشي أحمر. لما هو بيختارها بحس إنه مش أمر واقع صارت قدامه ومغصوب يأكلها. وبصير دايما الطفل لما يشارك بعملية التسوق بيصير متشجع أكثر، كتير كتير بتأثر. فبداية يتسوق معك، يحضرها معك، حاولي تعرفي النكهة اللي طفلك بحبها اللي تدخليها بالخضرة، مثلا
يمكن ما بيحب النكهة الطرية كتير، يمكن بيحب النكهة. المرات أطفال بتلاقيهم ما بيأكلوا الخضرة لأنه بتقرش بتوجع لهم أسنانهم، خاصة بهذا العمر عم ببدلوا أسنان، فممكن تكون هذا الإشي السلبي. فبدنا نحاول نعرف شو هو الإشي السلبي ونحاول نشتغل عليه وما تيأسي، يعني ما تقولي ما بحب الخضرة وخلاص، بدك تضلي وأنتوا تكونوا قدوة كمان تأكل الخضرة، دخلي أنواع مختلفة كمان. تمام. طيب معنا نريمان. صباح الخير نريمان. الوردة، أنا كيفك؟ أنا منيحة، أنت؟ مشتاق لك الحمد لله. حبيبتي تفضلي. بدي على رزان وأسألها كم من سؤال. تفضلي. تفضلي نريمان. صباح الخير رزان. صباح النور، أهلا فيكي رزان. أنا صلي 10 أيام بالضبط عاملة دايت رجيم. أوكي. بمشي 5 كيلو كل يوم، أقل شيء 5 كيلو كل يوم. ممتاز. خلال 10 أيام ضعفت 2 كيلو. ممتاز جدا. أوكي. وبالأكل ممتاز. إيش عم تعملي نريمان؟ كيف؟ بالأكل قلتي لي بالرياضة عم تمشي، بالأكل شو عم تعملي بالرجيم؟ بالأكل أنا ما كنت أفطر بالمرة. أوكي. يعني استنى بس الساعة 4 بس يجي جوزي أكل معه الوجبة. أوكي. هلأ صرت بالضبط فطور الصبح بكير وغداء وعشاء أحيانا وأحيانا أكثر الأحيان لا. أوكي. فبدي أسأل إنه بالعشر أيام هدول 2 كيلو ممتاز ولا لا بدي أكثر، لأنه بمشي أكثر كمان أحيانا أكثر من 5 كيلو كل يوم. أوكي. وإذا شرب المي وأنا بمشي على السريع صح ولا غلط؟ هلا بجاوبك ولا يهمك. يسلم ويدك، شكرا لك. خلي السؤال ببالك، ناخذ كمان سؤال من أم عمر. صباح الخير، كيفك يا أم عمر؟ طولنا عليها أم عمر. أوكي يلا، معناته ناخذ جواب نريمان. أوكي. هلا جواب نريمان، اول شيء المشي كثير مهم اللي انت عم تعمليه، كثير بيساعدك لتخففي وتعملي شكل لجسمك ارتب اكثر لانه بشد العضلات بشد الجسم. بالنسبه للاكل بالبدايه قلتي لي كنتي ما تفطري وما تاكلي الا على الاربعه، هذا غلط نريمان، ضروري دائما نفطر ونتغدى ونتعشى لانه وجبه الفطور كثير ضروريه لحتى تساعدك تكملي نهارك وبتساعد بزياده الحرق، فخليكي على فطور وغدا، عشاء ممكن يكون خفيف خضار خبز صغيرة هيك شيء. وأما بسؤالك كان على المي، شرب المي ضروري وانت بتعملي رياضة لأنه انت عم تعرقي عم تخسري مي، لحتى تضلي بنشاطك وتستمري لنهاية التمرين ضروري تشربي مي كمان، فمش غلط انك عم تشربي مي، بالعكس انت بحاجة لها. في كتير أسئلة على الفيسبوك، بس بدي أعتذر من اللي عم ببعتوا لنا وزن وطول لأنه في كتير عوامل تدخل، يعني ما بنقدر نعطيهم رجيم. ممكن تعرفي دانا بعمل حلقة بالأيام الجاي بس عن موضوع الوزن المثالي، خلص نتذكرها وبناخذ الاتصالات عن موضوع الوزن. بدي أعتذر من محمود التميمي، عم بسأله عن البطيخ الفقوس لأنه قرب موسمهم. يعني موسمهم، هل هم قليلين بالسعرات الحرارية؟ أوكي. الفقوس قليل السعرات الحرارية لأنه يعتبر من مجموعة الخضار، وإحنا دائما بنقول الخضار سعراتها منخفضة جدا وغنية بالألياف وغنية بالفيتامينات، فالفقوس فيكم تأكلوا قد ما بدكم ما في مشكلة أبدا. البطيخ لا، البطيخ صار بمجموعة الفواكه مش سيء، لكن فيه سعرات حرارية فيه سكر. إحنا عادة بنقول نتناول حصة من الفواكه يوميا، يعني إذا بدي أخذ البطيخ تقريبا كل شرحة من البطيخ عادة متقسم لثلاث مثلثات، كل مثلثين بقدر أعتبرهم بطيخة. عشان ما حقولكم كوب وساعة بتقسمها بالشرحات، يعني عندكم قطعتين بطيخ تعتبر حبة فواكه حصة غذائية من الفواكه. منى بتسأل عن حبوب القهوة الخضراء للتنحيف، هي عبارة عن ألياف أخذتها وصار عندها كسل بالغدة الدرقية بعد الولادة، صار لسانة ما عم أضعف، ما عند يعني عندها مشكلة بالغدة صفة. هلا مشكلة الغدة أولا لازم تحلها عن طريق طبيب، لأنه الطبيب هو اللي بيقيم قدي نسبة شغل هرمون الغدة وبيعطيك على أساسها الأدوية. أما بالنسبة للقهوة هذا إشي جديد هلا برضه عم بسمعه كتير، القهوة الخضراء عم تنباع على شكل حبوب عم بيشربوها ما بتنحف. كل مرة عم نرجع بنحكي ابتعدوا كتير عن الحلول السريعة الغير منطقية الغير مدروسة علميا، ولا القهوة ولا الزنجبيل عشان أكيد هلا عندك مليان يعني عم بيسألوا عن ولا خل التفاح ولا زنجبيل ملفوف. ولا ملفوف، كل هاي الأشياء أبدا ما بتنحف لأنه هاي الطاقة مخزونة بجسمك، إذا أنا ما استخدمتها رح تضلها موجودة ورح يضل عندي زيادة وزن. المنتجات هاي أو الأعشاب مجرد أنها ممكن مرات تكون مرتبطة بتخفيف أكل، فتخفيف الأكل هو المنتج عنه النحف مش الخل ولا الزنجبيل ولا القهوة. يعني دائما بطبيعة البشر بدهم النتائج سريعة يعني أكيد فيش حبة سحرية للأسف، ما في وصفة سحرية، في نظام غذائي وأسلوب حياة طبعاً. صحي. شكرا لك رزان شوحات.